طب تحبي تسمعي رأينا احنا؟ يلا يا ريت. سهير رمزي، في ليلة عنوانها الصفاء يحلو اللقاء بين صفاء الأثير وقمر الفن المنير، لنتصفح كتاب نجمتنا المفتوح ونتجول في حياتها لتبوح بأسرارها في الفن والحياة من بداية المشوار لمنتهى، بصراحتها المعهودة وطبيعتها الودودة. فنجمتنا كم أضاءت سماء الفن ببريقها وموهبتها، وكم سحرتنا بجمالها، وكم أسرتنا بجاذبيتها، وكم أسعدتنا بتألقها وإبداعاتها. ومن ينسى روائع أعمالها السينمائية، ميرامار، ثرثرة فوق النيل، امرأة من زجاج، بالوالدين إحسانا، دموع صاحبة الجلالة، حتى لا يطير الدخان، وعشرات الأفلام الأخرى. إنها صاحبة الحضور الطاغي، طاقة الخير والإنسانية، فينوس السينما المصرية، أميرة الحب والغرام، صاحبة العصمة، حبيبة روح القلوب وروح فؤاد الفن، قطعة المارونج لاسي الدافئة وشلالات الخير المتدفقة، الإنسانة المشرقة والفنانة المتألقة سهير رمزي. ولدت سهير محمد عبد السلام نوح بمدينة بورسعيد. بعد مولدها بشهور قليلة تمردت الأم الفنانة درية أحمد على حياتها الزوجية، وانفصلت عن زوجها الثري الذي طلب منها هجر الفن، فهجرت سجن الزوجية الذهبي فراراً إلى الفن وأضواء الشهرة، ورحلت بوالدتها سهير إلى القاهرة عاصمة الفن وملتقى الفنانين، وتزوجت الكاتب والفنان المخرج السيد زيادة لتعيش سهير في كنف الفن، ترضع حليب الإبداع وتتنسم نسيم الفن الجميل، حيث كان منزل والدتها والسيد زيادة ملتقى الفنانين والنجوم. فنهلت سهير من رحيق النجوم، واهتم بها السيد زيادة الذي عرفته كأب، وعرفت أن اسمها سهير السيد زيادة، ولم تكن تعرف أنه زوج الأم، وأن أباها الحقيقي هو محمد عبد السلام نوح إلا بعد 13 عاماً، عندما انفصلت الأم درية أحمد عن الفنان السيد زيادة. في أثناء هذا الزواج الفني اختارها الفنان كمال الشناوي لتشارك كطفلة في فيلم صحيفة سوابق، ليكون أول فيلم في صحيفة حياتها الفنية، وهذا لم يمنعها من الاستمرار في دراستها في المدارس الفرنسية سان جوزيف والليسي حتى حصلت على البريفيير، وسعت لتحقيق حلمها الأكبر أن تكون مضيفة طيران. بالفعل استلمت عملها كمضيفة طيران، إلا أن القدر كان رحيماً بها وبوالدتها، ففي أول رحلة طيران كلفت بها استأذنتها إحدى زميلتها أن يتبادل رحلاتهما لظروف خاصة، وسقطت الطائرة وتوفت صديقتها، وأنقذ القدر سهير وتخلت عن حلمها كمضيفة نزولاً على رغبة والدتها، وحاولت أن تكون عارضة أزياء، إلا أن نداء الفن كان الأقوى لتكون على موعد مع الشهرة والنجومية. طموح المرأة ملهوش حدود. وكانت البداية في ست بنات وعريس، ثم الناس اللي جوه وميرامار، وانطلقت في سماء الفن والإبداع، فكانت أعمالها التي أمتعتنا الحسناء واللص، ثم تشرق الشمس، المتعة والعذاب، الغضب، رجال لا يخافون الموت، بنت اسمها محمود، دعونا نحب، مين يقدر على عزيزة، المذنبون، نبتدي منين الحكاية، قلوب في بحر الدموع، أين المفر، تحدي الأقوياء، صانع النجوم، لست شيطانا ولا ملاكا، كلهم في النار، رجل فقد عقله، البنات عايزة إيه، صراع العشاق، انهيار، البنت اللي قالت لا، المحاكمة، اعدام طالب ثانوي، انا اللي استاهل، الطائرة المفقودة، الخادم، معركة النقيب نادية،
الوحوش الصغيرة، الفضيحة، شفاه غليظة، زوجة محرمة، عصر الحب، الفريسة، الحلال والحرام، الضرب الأحمر، وعشرات الأفلام السينمائية. أنت اللي اخترت كده وأنت اللي مشيت في السكة دي. استطاعت سهير رمزي بأعمالها الفنية أن تلفت الأنظار إلى موهبتها وشخصيتها وتكون محور حوارات النقاد والفنانين والمخرجين. فمن المخرج حسن رمزي الذي وهبها لقبه إلى المخرج جلال الشرقاوي الذي قال إنها ملكة متمكنة من أداء الأدوار الصعبة ذات النوعيات المختلفة. وقال عاطف الطيب لديها درجة كبيرة من الذكاء يجعلها قادرة على إدراك الشخصية التي تمثلها. وقال المخرج نادر جلال فنانة شاملة تجمع بين التمثيل والرقص الاستعراضي. وقال المخرج حسين كمال هي صالحة لأدوار الجاذبية والإغراء وبنت البلد والفتاة الأرستقراطية. على جانب آخر قال المخرج سعيد مرزوق آخذ عليها قبولها للعمل في أفلام لم يكن لها ثقل فني. والمخرج أحمد فؤاد قال فنانة مجيدة كنا نتوقع منها الكثير لكنها انشغلت عن الفن بحياتها الخاصة فتخلفت كثيرا. أيضا المخرج عاطف سالم قال آخذ عليها الإهمال في الاهتمام بالرشاقة وأنصحها ألا تقبل مستقبلا إلا الأدوار التي تضيف جديدا إلى رصيدها الفني وترفض الأدوار المكررة المعادة التي ليس لها ثقل فني. أما فريد شوقي فقد رآها تتطور وتنطلق بسرعة الصاروخ. أنا قلبي انفتح لك أول ما شفتك. وفي أوج شهرتها ونجوميتها اتخذت القرار الصعب، قرار الاعتزال والاحتجاب والتحجب. فمن وراء هذا القرار؟ كيف استطاعت أن تعتزل الفن وهو ماؤها وهواؤها وداؤها ودواؤها؟ وبعد 14 عاما من الاعتزال عادت سهير رمزي إلى حبها الأوحد، عادت إلى فنها. وكيف لا تعود وبينها وبين الفن معاهدة حب وميثاق اتفاق بعدم الفراق حتى وإن طال البعاد؟ عادت سهير رمزي ولسان حالها يقول ما أحلى الرجوع إليه. عادت روح الفؤاد لحبيب الروح، عادت فأسعدتنا بتحفتها الفنية في مسلسل حبيب الروح. عادت سهير رمزي فطفت التساؤلات على سطح الواقع، لماذا اعتزلت ولماذا عادت؟ كيف نجت من القتل على يد قاتل الفنانة وداد حمدي؟ من الذي أرسل لها تهديدا بالقتل؟ لماذا 12 بودي جارد كانوا يتناوبون على حراسة سهير رمزي؟ هل عشقها للثراء جعل حكمتها في الحياة الغاية تبرر الوسيلة؟ لماذا تم التحفظ على أموال وممتلكات سهير رمزي؟ هل دفعت سهير رمزي ثمن التدليل الزائد؟ هل كانت والدتها وراء عدم استقرار زيجاتها؟ هل رسبت سهير رمزي في امتحان الوفاء؟ تساؤلات عديدة سوف نبحث عن إجابات لها في ساعة صفا. يا صفا، كل ده كل ده إيه؟ كل ده انا. ايه تعليقك بقى؟ لا تعليق، كتير كتير. انا يعني اولا الافلام دي كلها انا عملتها، في افلام انا راضيه عنها جدا وفي افلام انا غير راضيه عنها خالص. يعني مع احترامي طبعا لراي الاستاذ عاطف سالم الله يرحمه، هو كان عنده حق ان انا كنت ساعات بقبل افلام انا ما كنتش احب اعملها، بس ده كم كتير قوي وحلوه قوي. طب ليه كنت بتقبليها وانت ما بتحبيش تعمليها؟
انتشار، عارفه بتيجي مرحله كده وما كانش فيه الوعي اللي بيبقى عند البني ادم. عايزه ابقى موجوده هنا وابقى موجوده هنا وابقى موجوده هنا، ما كان ما عنديش الوعي ان انا ابقى ادور على الحاجه اللي ممكن عملت دور حلو قوي قوي ويجي روايه تانية نص نص تلاقي نفسك بتقولي ايه، طب ما انا اعملها، ما انا ممكن اعمل فيها حاجه حلوه، ما انا مش عارفه ايه. طب ما هو مجامله للمخرج، مجامله للمنتج. يعني مجامله. كنت مجاملات، عملت افلام كتير مجاملات. وده كانت غلط. طب كبير. رايك ايه في يعني اراء المخرجين المختلفة؟ كذا واحد قال كذا رأي. ما أنا بحترم رأيهم جدا، وكل الآراء اللي اتقالت صح، كلها صح، كلها صح. يعني إنك أنت كنت ممكن تعملي حاجات أحسن وكانت اختياراتك متسرعة أو اختياراتك خاطئة. لا، كانت اختياراتي خاطئة، خاطئة ومتسرعة، ده صح. ده حقيقي في أفلام كتير. وأفلام كتير أنا لما بشوفها دلوقتي بتضايق من نفسي، بقول أنا عملت الأفلام دي ليه؟ إيه اللي خلاني عملتها؟ زي إيه؟ ما أنا مش عايزة أزعل حد. يعني طبعا حد. على رأسهم فيلم أنا خدت فيه جايزة، وانا ما بحبوش الفيلم ده، وقلتها كذا مره، المذنبون.